جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل نقف قليلا إذا أذنتم لنا عند أسباب اختلاف العلماء؟ أسباب اختلاف العلماء كثيرة، منها اختلاف الأدلة، طيب. اختلاف الأدلة ومفاهيم العلماء منها، المفاهيم لا شك أنها تختلف، المستعان. وأيضا اختلافهم في صحة الحديث وعدم صحته، وأيضا اختلافهم في من بلغه الحديث ومن لم يبلغه، بعض العلماء لا يبلغه الحديث بينما يكون بلغ الطرف الآخر وقال به، أسباب الاختلاف كثيرة وهم معذورون رحمهم الله في اجتهادهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وكان الصحابة يختلفون في اجتهاداتهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يخطئ أحدا منهم، كما حصل في قضية خروجهم إلى بني قريظة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة، بعضهم حانت عليه الصلاة وهو في الطريق وصلى، وبعضهم قال: لا أصلي حتى أصل إلى بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في بني قريظة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من أخر الصلاة ولم يخطئ من صلاها في الطريق. الحاصل أن الاجتهاد إذا كان صادرا عن علماء متخصصين مستوفين لمسوغات الاجتهاد، فكل يقول بما يؤدي إليه اجتهاده وله الأجر في ذلك. على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن أحب الاطلاع على مسألة اختلاف العلماء وأعذارهم، فليراجع إلى رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وإلى غيرها من كتب الأصول، من كتب أصول الفقه، ليعرف أن العلماء إنما يختلفون لأسباب هم معذورون فيها ومأجورون إن شاء الله. نعم.